لا شك في أن لك حاجة خاصة. العلم لا نحبسه، نبذله في أوقات معروفة، لكن أي العلم تريد؟ بحر العلوم واسع. السنن، طريق جمع السنن شاق طويل، الفقه أيسر. اختبرني. انسخ المسند ثم تعال. ليمتحني سيدي. ماذا؟ أتحفظ مسندنا؟ بعض. أتعرف كيف جمعنا العلم؟ بدأت الطريق يا سيدي، وأبي صار قبلي على الدرب. أحذرك يا بني، أحذرك، فجمع السنن مهمة صعبة. سلني. بل هاتي أنت ما عندك. اجلس يا بني، اجلس. اسمعني بعض ما تحفظ. روى إسحاق بن إبراهيم عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه أفضل الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وروى إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله، قال أو قال الحياء كله خير. قل لي أولا كيف تتحقق من صحة الحديث؟ أنعم علي الله فحفظت موطأ مالك وبعض العلم، وإن شاء الله أحفظ مسندكم. فهذا علم نيسابور. نعم، بعد ذلك أقطع الطرقات لجمع العلم. لا بد أن تفعل، ولا بد أن تجمع علوم خراسان وأن تضمها إلى علوم العراقيين ثم الحجازيين ثم اليمنيين والمصريين والشاميين. إن شاء الله أفعل. فإن تم لك هذا أدون الصحيح منه لينتفع الناس بما جمعت. لو أنكم يا طلاب الحديث جمعتم السنن في كتاب مختصر لاستفاد الناس من هذا أيام استفادة. أيرى سيدي أن نجمع الحديث حسب الموضوعات التي تهم المسلم؟ الموضوعات، المسائل، القضايا، كل هذا يا بني متروك لمن يصنف كتابا في السنن. لكن الأهم من هذا كله أن يكون المصنف نافذ البصيرة، فيرى كل ما يشغل بال المسلم ويقدمه له من السنة. كتابا يجيب على كل المسائل في الدين، في الفقه، في الحياة، كل ما يشغل بال المسلمين. أمل عظيم يا سيدي. لا يتحقق هذا الأمل يا مسلم يا ابن الحجاج إلا إذا صح الكتاب وكل ما جاء فيه. أنت تعلم أن أعداء المسلمين كثيرون من ملل كثيرة، وهدفهم بالطبع الطعن والتشكيك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جاء الكتاب حاملا شهادته معه بأن كل ما فيه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يا سيدي. وإذا جاء الكتاب أيضا يحمل للمسلم كل ما يهمه من أمر دينه ودنياه بالسنة ومنها، إن شاء الله. كان هذا هو المطلوب. تعددت المسانيد يا بني من جيل ابن شهاب وجيلنا، تعددت كتب الحديث. على جيلكم أنتم أن يحدث طفرة أو نقلة في طريقة التصنيف. وحذر أن تقول قال إسحاق أو قال يحيى أو قال فلان، لا، عليك أن تسمع منه بنفسك. كنت أحضر مجلسكم يا سيدي، ولكني كنت أصغر من أن تروني. لا تهون من شأنك يا بني، لا تهون من شأنك. من الغد نقربك منا. تعال واشتري مني أحلى فواكه نيسابور. اقترب.
ما بالك يا خالد؟ لقد تأخر مسلم. لماذا لم تذهب إليه بدلا من هذا الانتظار والقلق؟ لا أدري لماذا. بل تدري، فمسألة طلبك الزواج من فاتنة قصر نيسابور الغامض شغلت كل فكرك. لم تشغل الفكرة وحده يا عبد الله، صدقني إن أخبرتك أنها ملء فكري وفؤادي، ملء دنياي وحياتي. إنها هنا في الدم، تسري مع الهواء وتدخل صدري وتختلط بدمي وتعطيني الحياة. أكل هذا من نظرة؟ لم تكن نظرة فقط يا عبد الله، لم تكن مجرد نظرة، كانت نظرة هنا ثم ابتسامة. نظرة وابتسامة ليست كأي نظرة ولا كأي ابتسامة، إنها رسالة تقول الكثير. لن أحدثك عن جمال عينيها ولا سحر ابتسامتها ولا لؤلؤ أسنانها، لا، يكفي أن أؤكد لك أن النظرة قالت ما يمكن أن يقوله اللسان في مئات الكلمات. نظرة بليغة، أتصدق هذا؟ لم أعهد عليك كذبا، لكن النظرة جعلتني أتبعها كالمسحور، رغم أنها كانت محاطة بجاريتين كالأفاعي. صدقني، جاريتاها كالأفاعي. أعرفهما، فكثيرا ما تحضر إلي إحداهما لتشتري بعض المطالب. سرت ونسيت من أنا ومن أكون، وأنه لا يجوز لمثلي أبدا أن يسير خلف صبية وأنا ممن يدرسون العلم. لا، لقد سألني الوصي رأيي ووافقت، وهو نفسه وافق، وأرسلت الرسائل لأبي بذلك، ولن أقبل إلا موافقته. إن غدير قادرة على الكيد لك وله، ويمكن أن تكتب لأبيك وتطعن في خالد. لماذا وهي تعرف أن يريده؟ لأنك تريدينه يا مولاتي، إنما بنفسها من حقد يجعلها لا تطيق أن يسعد أحد. سعادة الناس من حولها تؤرقها وتملأ بالأشواك مضاجعها. تجلب على نفسها غضبي ويحل بها انتقامي، فما أقبل تلون الجوار من حولي ولا أن يقفن ضد رغبتي المشروعة. إن الوصي علي هو يحيى بن يحيى، أحد علماء نيسابور البارزين، وقد أكد لي أن خالدا لا غبار عليه، وهو بتصرفه الرجولي قد مكن لنفسه في قلبي. وماذا فعل يا مولاتي؟ أعجب بي ورأى بعيني إعجابا، فقطع كل طرق الشوق بخطوة يخطوها كل رجل شريف. تقدم وطلبني للزواج. تذكري أن غدير بارعة في الكيد وفي الدس. إن صدقت مقولتك وتأكدت أنها تعمل على تعذيبي بقتل حبي، كرست حياتي لتعذيبها. صدقيني، أنا لا أتهاون أبدا في هذا. أين هي؟ غدير؟ غدير؟ مسلم، لماذا تأخرت؟ أليست هذه تجارتك؟ بلى، ولكنك تعلم يا خالد أن اهتمامي كله مركز على تلقي علم شيخي إسحاق بن رهويه. أما التجارة فأبي موجود. لقد أجازه شيخه يحيى بن يحيى التميمي قبلك. ما زال أمامه الكثير من علوم يحيى لم يحصله. كان يدعي أنه سيفوقك ويسبقك في جمع العلوم. لا تلوماني، فأنا مشغول بأمر تعرفانه جيدا، وما إن أنتهي منه حتى أعود وبجهد مضاعف فأحصل العلم وألحق بمسلم بل وأسبقه. ومتى تنتهي مما يشغلك وتعود؟ إن مجالس الدرس بدونك ناقصة. حقا حقا يا خالد، إنني أفتقدك. بدأتما مرحلة التحصيل معا، وأرجو أن نستمر فيها معا. سنستمر بإذن الله. أما الآن فأنا أريد أن أتزوج، أمهلني حتى أتزوج. ولماذا تجعل هذا الأمر يعوقك ويعطلك عن التحصيل؟ أنا قلق يا مسلم. ألم توافق الصبية؟ إن لها ظروفا خاصة، فأبوها كما تعرفان بعيد في شمال الشام، ولا بد من موافقته. خالد، تعال إلى مجلس إسحاق بن راهوي صباحا، واذهب لمجلس يحيى بن يحيى مساء.
حصل ما فاتك يا خالد، ولا تنتظر خبرا قد يأتي لك بعد شهر أو شهرين، وقد يأتي لك أو عليك. ماذا؟ ماذا تقول؟ أتحاول أن تقتلني يا مسلم؟ أشناس، أشناس. مولاتي، هاتي ما جهزت. هذه قنينة راحضة الزمن، فما فيها سم فاتك. لمسة واحدة من هذا السم تقتل. إن الحصول على السم سهل، أما الصعوبة ففي كيفية دسه لمن تريد. إذا سقينا وعاء من هذا السم الذي معك يا أميرة، أو أوراق كتاب، أو حتى سكينا أو ثوبا، فإن من يلمس هذا السم مجرد لمسة واحدة يرحل عن دنيا البشر وبسرعة فائقة. غدير، أخفي السم. ما الذي تفعلينه هنا؟ أتجول في الحديقة. ماذا تريدين؟ مولاتك تطلبك. ألا تأتين؟ هل كنت هنا وحدك؟ طبعا. أنا أشك في أنك تدبرين شيئا ما، وسأعرفه يا غدير. أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. اتلوا الآية يا إمام، الآية التي أشار إليها أمير المؤمنين عثمان. الآية الكريمة هي: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم. كأن عثمان رضي الله عنه يقول: لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما إبلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم. من هنا نجد أن كتمان العلم إثم كبير. حدثني وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهورة، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض على نطفة، وضوءه يعني. وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر: أراها العصر. فقال: ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. يعني بالطهور المكتوب الوضوء. نعم. الوضوء المفروض. نعم. فإن زاد السنن يزيد الله تعالى إن شاء أجره. الحمد لله. أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. خالد، ما الذي يبقيك بالخان؟ لما لا تذهب لدروسك؟ إن سنك سن جمع العلم يا ولدي، فلماذا لا تتفرغ لجمع العلم؟ قلبي مشغول عن الدرس، لكني سأعود إليه إن شاء الله. ما الذي شغل فكرك ووزع اهتمامك؟ أشياء بالنفس. جاهدها يا خالد، فجهاد النفس أمر عظيم. يسألني ما الذي يبقيني هنا ولا أتوجه لمجالس العلم؟ سيدي، أعندك حرير قرمزي اللون كأنه أزهار القرنفل التي تحاكي دم القلوب؟ عندي ما شئت وأكثر. لمن الثياب؟ لعروس تنتظر في شوق موافقة أبيها الغائب حتى تهنأ بالحبيب. كم ثمنه؟ نفس الثمن الذي طلبه ابن أبي ربيعة من الثريا. لا أعرف هذا الثمن. ليس الثوب لك، ولست من ستدفع. عبد الله. نعم يا خالد. ارعى أنت التجارة. إلى أين؟ سأنتزع مسلما من بين كتبه لنمارس رياضتنا. تترك العلم لانشغالك عنه وتترك المال للرياضة؟ الذي جرى لك؟ لماذا يقسو علي هكذا؟ ويتهمني بما لم أفعل. وأنت تتركينه هكذا دون أن تصوبي له ما يظن؟ يتهمك؟ وأين التهمة يا مولاتي؟ ألا يذكرني بابن أبي ربيعة والثريا؟ بلى يا مولاتي. إذن فهو يتهمني بأني هجرته، وأنا ما هجرته، ولم يغب عن خيالي لحظة واحدة، وأنت تعرفين ذلك. مولاتي، أنا لا أفهم شيئا. إنه يقصد قول ابن أبي ربيعة: من رسولي إلى الثريا فإني ضقت ذرعا بهجرها والكتاب. ربما يطلب ما يريده الشاعر من الثريا. لقاء؟ ألا يصبر وينتظر جواب أبي؟ إني أشد شوقا منه وأكثر رغبة في أن ألقاه، ولكن هل يجوز هذا؟ لا يجوز. من الممكن أن أذهب إلى الخان بأية علة وألقاه هناك. لا يجوز ذلك أيضا يا مولاتي. لماذا؟ أنت لا تخرجين، فكيف تخرجين بعد أن طلبت للزواج؟ تعال يا غدير، إنه يطلب أن يراني. وجميلة تقول: لا يجوز أن أتجول في الخان، فما رأيك؟ نعم، ولكن يمكن أن نلتقي إذا جاء وصاحبه وأنت وجاريتك تتحدثان بليل ثم يذهب. لا، هذا أسوأ ما سمعت، ولن أسمح به. اصمتي يا جميلة، هاتي خطتك يا غدير ودبريني ماذا أفعل. Thank you.
الثوب الأحمر معلقا بأعلى القصر كأنه راية، فأدركت أنك تطلبينني. غدا بليل سأدبر موعدا بيننا وبين الفتى الذي يطلبها للزواج وصاحبه. أين؟ هنا في الحديقة. إذن ستطعمينهما أو تسقينهما بعضا من قطرات السم الزعاف؟ لا، سيدخلان متخفيين. فيقتلان كاللصوص. ولكن كيف أدخل إلى القصر يا أميرة شاهك وأخرج منه بعد أن أقتل دون أن يراني أحد؟ بعد أن يدخل إلى القصر سأصرخ منادية الحراس ومدعية أني رأيت لصوصا، فتندفع داخلا وتتم مهمتك. ولكن عليك بمسلم أولا، فهو مرادي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل كان جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتكم كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، حدثنا الأوزاعي، حدثنا أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. يا مسلم تعال يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس واسمع. فقد انتهيت توا من تدوين ما سمعته اليوم من شيخي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن راهويه، فهكذا نعرفه. بحر علم لا تحد له شواطئ. كنت أردد في التو قولا للبراء بن عازب يؤكد فيه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وكذلك أكد رافع بن خديج أن صلاة المغرب كانت تصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فور غروب الشمس حتى لا ينتهوا منها وهم يرون لبعد مرمى النبل. خالد، أنت عن حديثي مشغول. جاءت اليوم جاريتها تقول: طلبت ما طلب ابن أبي ربيعة من الثريا، فتعال والليل أنت وصاحبك مسلم تلقاها في حديقة قصرها فتحدثها ساعة وتحدثك. هذا هزل، هذا باطل. أيعني هذا أنك لم تأتي معي فأبحث عن غيرك، عبد الله أو أحمد مثلا بدلا منك؟ أنا لن آتي معك فحسب، بل أرفض أن تذهب أنت أصلا. لقد طلبتها لزواج، فاصبر، اصبر احتراما لها ولنفسك. ماذا لو روينا الشوق بحديث ولن أكون وحدي ولن تكون وحدها؟ يا أم مسلم، ما هذا الذي تفعل؟ أتسمعين؟ نعم، وأؤكد أن هذا من صنع الجواري. إن الفتاة يتيمة وليس لها أم توجهها التوجه السليم، فلا تذهب يا خالد. كيف وقد دعتني؟ أرسل هدايا تعبر عن صبرك وانتظارك حفاظا عليها يا ولدي. شكرا لك يا أمي. أسمعت؟ ما كنت أحب أن تعلن ما أقول هكذا. إن أمي بالجوار دائما تحرسني وتقضي مطالبي بنفسها، وقد سمعت منذ البداية. نبهني ولا تتركني أندفع. اجلس اجلس ولا تغضب. بل أذهب. بل ستجلس وتسمع رأيي كاملا حتى لا تندفع لعمل لا يجب أن يصدر عنك. خالد، إننا يا صديقي لا نذهب بليل متخفيين، نهرب من العيون ونخشى الألسنة، تلك أفاعيل ناقص العقل والدين. ولكننا ندخل البيوت من أبوابها علانية وفي وضح النهار،
لأننا لا نخرج على المشروع أبدا. أفهمتني يا خالد؟ أقلت ما عندك؟ نعم. إذن دعني أنصرف الآن. ولكنك غاضب، فكر فيما قلته لك وستهدأ ولن تغضب. أنا ذاهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا عليك، غدا تلقاه وقد هدئ. على أن تفهمه أن هذا لا يصح وتحرسه حتى لا يذهب. وإن أصر؟ أقنع. أحيانا يتمسك برأيه ولا يقتنع. أقنعه يا مسلم. وإن لم يقتنع أذهب معه؟ أرى هذا خطأ كبيرا، بل أحبولة شيطانية. هو كذلك، على ألا تفعله أبدا. لا أدري كيف يفكر هكذا، كيف يفكر في أن يدخل بيتا خفية ويجلس مع صبية خفية وهو يعلم شروط الإسلام في دخول البيوت. لقد تغير صاحبي كثيرا يا أمي، وعجزت عن رده إلى الصواب. أنا مضطربة جدا، فهذا أول موعد غرام في حياتي. اعلمي يا مولاتي أني لا أوافق عليه أبدا. لقد حددت الموعد وانتهى الأمر، فلا تحاولي أن تلقي على فرحتي ظلالا قاتمة. خطأ يا مولاتي. ابتسمي، افرحي، فمولاتك سعيدة. سنذهب لموعدها معا، أليس كذلك يا مسلم؟ لا يا خالد، أنا لا أنصحك بمثل هذا الأمر، وأرجو أن تتخلى نهائيا عن هذا الموعد. لقد شغلتني ولم أنتذب غيرك للذهاب معي، وشرطها ألا أكون وحدي. يعني هذا أنك ستذهب معي شئت أم أبيت؟ لا، بل ستذهب إن طوعا أو كرها. لن أذهب ولن تذهب أنت. ستذهب معي شئت أم أبيت. قلت لك لا. يأبى الشرف هذا. كيف تذهب كاللص تسرق ما ليس لك؟ أثق يا خالد، أثق، فأنت صاحب علم ولست جاهلا. لقد طلبتها كالرجال، فاصبر وإن شاء الله سيتحقق طلبك. إنها تنتظرني، فكيف لا أذهب؟ لهذا أكثر من حل. أرسل هدايا مثلا كتحية، وألمح بأنك تنتظر وصول رد والدها أو ما يفيد الاعتذار، وتعال معي إلى مجلس شيخنا إسحاق بن راهويه. ارتوي بالعلم يا خالد، العلم الذي شغلك الشيطان عنه. الآن تقول لي هذا؟ يا صديقي، صلي ركعتين ثم فكر فيما قلته لك، وستصل إلى ما أرى. والآن أنا ذاهب لمجلس شيخي إسحاق بن راهويه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا جرير عن منصور، عن الشعبي، عن وراد مولى المغيرة أبي شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع نوهات، وكره لكم ثلاثا. قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. ماذا يعني بمنع نوهات؟ نهى أن يمنع الرجل ما عليه من حقوق أو أن يطالب بما لا يستحق. حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
حدثني أبو عامر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له 3 مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لست أفهم معنى قول أم المؤمنين رضي الله عنها من يعمل عملا لا ينطبق والشريعة الإسلامية يبطل عمله. فهمت معنى ذلك كأن لم يكن. بماذا يذكرنا هذا الحديث من أقضية الأنبياء؟ قل يا مسلم يا ابن الحجاج، بماذا يذكرك قضاء القاسم ابن محمد ابن أبي بكر؟ يذكرني بحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، فقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. تقسيم البيت يمنع الانتفاع به، وتقسيم الابن يقضي عليه. إذن لابد أن يكون القضاء قضاء انتفاع، وإلا أصبح الحكم مخالفا للشرع، وبالتالي فهو باطل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ووفق المشتغلين بالعلم والعاملين عليه إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. قل لي يا مسلم، قال شيخنا إسحاق إذا لم يكن القضاء قضاء انتفاع فهو باطل، ماذا يعني؟ يعني أن على القاضي أن يقضي بما يجعل العين صالحة للانتفاع بها، أما إذا قضى قضاء يفسد العين ويجعل من الصعب الانتفاع بها فقضاؤه هذا باطل وليس من شريعة الإسلام. العلم عندي معرفة بأمور ديني. العلم عندي غاية لا حدود لها، به أنتفع وأنفع الناس. من هذا؟ إنه أنت. اتركني أنت. عمر دعه يا عمر، دعه دعه واتركه لي. هذا أنت يا عبد السوء، سر أمامي فيجب أن أقدمك للوالي. سر أمامي، هيا. أدركه يا عمر، أدرك. أدركوني الله، أدركوني. النجدة، النجدة الله، أدركوني. ها هو اللص يا سيدتي. لص يا جارية السوء، تعلمين أنه جاء على موعد. ثم من الذي ضربه؟ من أين جئت به؟ لا أعرفه، لا أدري. بل تعرفينه جيدا، لكن هذا ليس حينه. إن شيئا ثقيلا هبط على رأسي فأفقدني توازني ووعي.
ألم يكن من المفروض أن تأتي وصاحبك معك؟ رفض ونصحني ألا أحضر. يجب ألا أبقى هنا. أتخرج هكذا دون أن يتضح ما حدث وكأنك غاضب مني؟ لست في حالة أستطيع فيها استجلاء الأمور ولا حتى الغضب، ليس هنا إلا الألم. أتذهب قبل أن أطمئن عليك ودون أن تعرف ماذا سأفعل بمن فعلت بك هذا بسوء تصرفها؟ أرجوك، أنا لست في وضع يسمح لي بأي شيء من هذا. تعالي ورائي يا جارية السوء. يا أخي أنا خالد بن سعد، خذني إلى داري يرحمك الله. شكرا لك. أتفضحينني يا جارية؟ قلت إن الموعد كان مع شاب سيأتي وصاحبه، لكن الذي جاء فرد واحد فقط. إن الذي اعتدى علي معروف لديك. لا، فكيف أعرف؟ يأتي هنا وتستقبلينه. لم يحدث هذا، إنك تكيدين لي. هو الذي أفزعنا أكثر من مرة، وهو يقفز من جانب السور ويلقاك علامات قدميه بالأرض وبالمكان. أنت تكيدين لي، تحاولين تشويه صورتي. راقبتك وتوصلت للكثير. أثبتي ما تقولين. غدا عندما يأتي غلام الوصي بطلبات السوق أصفه له وأطالبه بإبلاغ الوصي ليطلب من رجال الوالي مطاردته والقبض عليه. أتصدقينها يا سيدتي؟ كنت أدافع عنك حتى الليلة، أما بعد ما حدث فلا أجد أنك تصلحين لخدمتي. أنت تصلحين لأحط الأعمال. ابقي بعيدا عن جناحي وقومي بأعمال النظافة. أنا؟ وحذاري أن تخالفي أمراً لجميلة. أنا مربية ولست خادمة. قلت حذاري أن تخالفي أمراً. ثبت يا إمام أن من ضرب خالد بن سعد من وراء النهر. ضربته فجرى، فلحقت به وضربته حتى كدت أقتله، ورغم ذلك أفلت مني وقد تمزقت بعض ثيابه في يدي. هذه ليست من ثيابنا، إنها من منسوجات ما وراء نهر جيحون. يهاجموننا بكل سلاح في تآمر وخسة. إن أخطر السلاح سلاح الفكر، فقتل فرد أو أفراد لا يضير الإسلام كثيرا، أما موجات الفكر المنحرف فخطر على الدين والأمة. وأخطرهم خطر الزنادقة. ومن هم الزنادقة؟ هم الذين يدينون بأفكار ومعتقدات من قبل الأديان السماوية، أو يمزجون تلك الأفكار بالأديان. وقد ظهر منهم أول ما ظهر بهذه الدولة جموع الراوندية، نسبة إلى راوند من أعمال أصفهان، وحاربهم أبو جعفر المنصور، ثم حكيم المقنع الذي نادى بتناسخ الأرواح وفتك به المهدي، وأنشأ المهدي ديوان الزنادقة لمطاردة الزنادقة. وقد تولت بعد ذلك سلاسل الساعين للاستيلاء على الحكم متوسلين بأفكار كهذه، ومنهم بابك الحزمي الذي كان يصلي وأتباعه على فيروز ابن بنت أبي مسلم الخراساني، وكان ذلك أيام المأمون. إذا نعني بالزندقة
خلط الدين بأفكار ليست منه أو اتباع أفكار بعيدة عن الدين على أنها عبادة. تأتي بعد هذه الفرقة مباشرة الخوارج. إن الخوارج مسلمون متطرفون، والمتطرف عدو للدين، لأن الدين دين الحكمة والموعظة الحسنة، دين وسط لا تطرف فيه. هذا رأينا. ولكن عمر بن عبد العزيز قال لهم: إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا من أجل دنيا أو متاع، ولكنكم طلبتم الآخرة فأخطأتم طريقها. حين تحدثني عن الخطر على الدين أقول لك إن كل فكر متطرف يحاول فرض نفسه بالسلاح خطر على الدين، لأنه يفتت وحدة الأمة. لك طبعا أن تتشدد في دينك وأن تطلب الآخرة، لكن لا تفرض على الآخرين الرأي بسلاحك. والمتكلمة هم أعداء الدين أيضا في رأيي، ولي كتاب في الرد على الجهمية، ولأحمد بن حنبل كتاب في الرد عليهم أيضا، وليحيى بن يحيى وابن أبي شيبة وغيرهم. من هم الجهمية؟ أتباع فقيه متكلم اسمه الجهم بن صفوان، وهو تلميذ الجعد بن درهم، وكلاهما تأثر بأفكار رومية. فمن الجعد بن درهم؟ فقيه متكلم. لماذا تناقشون وتحللون والدين يسر؟ إن الإسلام 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا واضح جدا، يكفي المسلم هذا. أريد أن أطمئن وأعرف كيف حالك، فهيا معي سنذهب لخالي وحيد. إنما حدث له شديد وسيمنعه بلا شك من الذهاب لمتجره. كيف يخرج من بيته من ضرب بقصد الموت الليلة الماضية؟ من يخبرني بحاله؟ لست أدري يا مولاتي. إذن نذهب للخان وسنصل لأية أخبار عن خالد. كيف تخرجين يا مولاتي وأبوك يمنع هذا، ولك في قصرك عدوة يمكن أن تشي بك؟ سأخرج، قلت لك سأخرج. العقل يمنع هذا. لا تحدثيني عن العقل والتعقل بعد ما حدث بالأمس. هيا أعدي لخروجنا. هيا. قد تأخرتم فيما عليكم دفعه لبيت المال. دفعنا، دفعنا يا عبد الجبار، دفعنا. كان ذلك لتزويد حملة للغزو، أما جباية بيت المال فلم تدفع. أية حملة وأي غزو؟ إنك لا تشارك في أي جهاد. أعرفك عامل الحجاج بن مسلم، فأمسك لسانك، إن عقابي شديد. أنا الوالي، أنا باتر، أنا بطاش، أنا شديد، أنا شرير، فاحضرني. هاتوا نقودا، ولو رفضوا هاتوا بضائع. هيا. هيا. لمن الجارية؟ للقائد هرثمة التميمي يا سيدي، والقيم على بيته وماله في نيسابور الإمام يحيى بن يحيى التميمي. لا بأس عليكما. هل أكلت بالخارج؟ فأنا أعلم أنك لا تستطيع أن تسيطر على نفسك أمام الطعام. لا، أنا أسيطر على شهوة الأكل تماما. ولكن مرضا ما في معدتي لا يفتأ يعودني. اسأل الطبيب. لا لا
سأبحث أنا في الكتب وأداويه. ألا يكفيك دراسة الحديث؟ تريد الطب أيضا؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وشفاء. عليه الصلاة والسلام. نعم يا أمي، في الكتاب والحديث كل ما نرجو ونطلب. نعم. والآن يا أم مسلم، سيسافر ابنك في رحلة طويلة يحج ويجاور ويجمع العلوم، فاستعدي. ماذا تطلب من أمك؟ طعاما كافيا لك هذا. ولكن أم مسلم لا تستطيع أن تطهو طعاما كافيا، فالطعام يفسد، لذلك ترى أن تذهب معك. حبذا هذا. سأذهب معكم، فما كنت لأتخلف عن رحلة الحج وأنا قادرة. وسأحتاج كذلك لثياب جديدة، أحضرت لك قماشها. نعدها لك. هذا هو المطلوب منك، ويبقى الآن المطلوب من أبي. نقود؟ طبعا. سيعطيك، وأعطيك من مالي الخاص ما تنفق به على دروسك. بارك الله فيك يا أمي، والآن أستودعك الله، فقد حان موعد انضمامي لمجلس شيخي إسحاق بن رهويه وزيارتي لصديق المريض. ألا تستريح اليوم بعد إرهاق الأمس؟ أنا بخير يا أم مسلم، أنا بخير. أرجو ذلك يا ولدي. السلام عليكم. صحبتك السلام يا بني. اللهم وفقه لخدمة دينه، فقد وهبته لهذا. بحثت لك عن السفرجل والعسل والسكر، ولما وجدتهم حضرت. ألا تحضر بدون سفرجل وعسل وسكر؟ ألا يكفي وجودك أنت؟ في السفرجل وعسل النحل دواء وشفاء، وفي هذه الأشياء معان أخرى، ثم إنها لم تكلفني إلا بضعة دراهم. أنا بخير وأستطيع أن أخرج. لقد أبلغني عبد الله أنها سألت عني. هذا صحيح. أرأيت يا مسلم كم هي جميلة؟ لا لا بلى، تعلم أني لا أنظر لصبية، فالدين قد أمر أن أغض البصر، والدين يحكمني ويحكم تصرفاتي. إنها لم تتزوج بعد، ولك النظرة الأولى. نويت أنت أن تتزوجها، وانتوت هي بموافقتها أن تتزوجك، والنية عمل. إذا ثمة بيعة محددة حدث بخصوصها اتفاق، ومجرد التفكير في أنها ليست لأحد يعني عدوانا على بيعة أخ مسلم، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فعلا غاب عني هذا. الإسلام يا خالد نهى عن مطاردة المرأة بالنظر، لأن النظر يخلق إحساسا وشعورا، وبخاصة إذا أرحت النظر متبعا هوى النفس، ومن يتبع هوى النفس يقوده لفعل. من هنا كان الأمر بغض النظر لمنع هذه التداعيات كلها ومنذ البداية حتى تغلق بوابة الإثم. فإن كان يبغي الزواج مثلي فله أن يراجع النظرة. إن كانت محصنة، أعني أنها لزوج، فليس من حقك النظر مطلق، لأن ذلك عدوان على ما متع الله به غيرك، عدوان على الرجل صاحبها، وعدوان على أسرته، والعدوان على الأسرة عدوان على الأمة كلها. أفهمت يا خالد ما يهدف إليه المشرع؟ فهمت أن مسلم ابن الحجاج هو مسلم ابن الحجاج. والآن يا أخي سأرحل في معية شيخي إسحاق بن راهويه رحلة علم حتى الحجاز، مرورا ببلاد العراق،
ويبدو أن يحيى بن يحيى سيرحل هو أيضا. أتخلو نيسابور من الشيخين؟ عندي ما جمعته من علمهما ويمكن أن أعاونك، فلا تقضي أياما عاطلة من العلم حتى يعود يا خالد. مولاتي يجب أن ندخل القصر. لا أحتمله، إني قلقة جدا لما حدث لخالد، ولا أدري هل أبلغه صاحبه الرسالة أم لا.